السلام عليكم، شلونكم عيني؟ ان شاء الله بخير، عيدكم مبارك. تحبون العصاريات او الكاكتس او الصباريات؟ اذا تحبون مثلي تعالوا خلي اشوفكم شنو اللي اشياء اللي عندي. شوفوا المجموعه ما شاء الله اللي عندي. شوفوا جمالها، هاي نجمه البحر. هاي إذا أخليها بالشمس فترة طويلة تتحول إلى لون الماروني، وهي قوية كأنه بلاستيك، وإذا ظل إذا بالظل راح يصير هذا اللون. أعتقد هذا اللون أحلى، يعني الأخضر من البرتقالي الحافات مالتها تكون أحلى. وهاي نوعية كأنه وردة ما شاء الله. هاي مثلها بس اللون على اللون الأخضر. هاي وردي على بنفسجي، هاي أخضر، هاي تختلف، هذه أيضا ما شاء الله. شوفوها، هي من واحدة طلعت اثنين من الجهتين. هذه تكاثر بسرعة كثير، يعني أكثر وحدة من العصاريات هاي تكاثرت عندي بمجرد ورقة تنقطع من الصير هنا، هي تطلع شتلة بسرعة. أسرع وحدة بيهم هاي النوعية، تكاثر بسرعة. شوفوا هذه كأنه نقول اللهانة أو القرنبيط الكروم، وهذه قديفة تصير، يعني عليها وبر ناعم. شوف اللون مالتها، سوري لأن الصوت عالي مال الشارع الخط السريع، بس يعني كثير ما اقدر ادخل من داخل البيت، وهي اساسا تعيش خارج البيت. هي العصاريات تحب الجو المعتدل، ما تحب مي كثير. يعني هسه انا صح دا ارشهم يوميا رشه خفيفه كانه مطر انزل عليهم، لان الجو حار كثير. هي بطبيعتها تخزن المي، تحتفظ بالماء تقريبا بالصيف اذا جو معتدل، كل 3 أو 4 أيام أو كل أسبوع تقدر يعني نحط لهم مي. بس هنا لأن الجو حار كثير فسوي لهم بخاخ مال المي كأنه مطر ينزل عليها، حتى ما تجف الأوراق مالتها، أرطبها يعني أرطب التربة مالتها. بس بالشتاء لا، كل 10 أيام أو كل أسبوعين يلا أسقيهم مرة واحدة. وهاي نبتة جديدة جبتها، هي اسمها أم المليون. تصير بالضبط نفس فك التمساح، تصير الأطراف مالتها على الحافات هاي، تطلع الشتلات الجديدة براعم صغيرة كأنه حبة العدس مفتوحة. أنا بصراحة جبتهم من أصدقاء وحطيتهم، صارهم تقريبا أسبوعين بدأت تكبر، وإن شاء الله بس تكبر زيادة أشوف لكم إياها شلون، وأحط لكم بالفيديو الصورة مالتها إن شاء الله. وهذه طريقة التكاثر مالتهم مثل ما قلت، أقطع وأزرع، أقطع وحط الورقة بال، يعني ما تحتاج لا تندفن، يعني نحط عليها تراب ولا شيء، مجرد تنقطع الورقة وهي تطلع نبتة جديدة. شوف هسه عندي هاي ورقة حطيتها قبل 3 أسابيع تقريبا، طلعت برعم جديد. هاي انغرست بدي اطلع برقم جديد. عندي مجموعة ايضا اللي زرعتهم تقريبا قبل شهر ونص، قطعتهم وحطيتهم. هاي المجموعة شوفوا هاي طلعت، هاي مجرد هي يعني هاي الورقة، شوفوها شلون الوضعية مالتها، وطلعت برقم جديد. هاي ورقة كأنه يابسة، شوفوها هاي بالضبط طلعت براعم جديدة، يعني راح تطلع شكلها جديد مثل هذولي. وهنا ايضا وحده
هسه هذول اثنين قطعتهم وحطيتهم هنا، هي ان شاء الله طلع. هاي هنا واحدة ايضا جوا ما اقدر ارفعها، من ارفع هاي راح تنقطع الورقة مالتها. ايضا هاي حاليا ما اقدر اقطع من عندها، ممكن اقطع بس لان هي صغيرة خل شوية تكبر واقدر اكاثرها، لان ما عند من هاي النوعية عندي بس اثنين، هاي وهاي، واريد اكاثرهم صراحة، اريدها شوية تكبر واشيل من هاي، بس لازم يعني بهدوء تقدرون تشيلون الورقة وتحطوها هي تطلع ان شاء الله. هاي لا، هي وحدة كانت هاي بالضبط، وهي تطلع خلفات جوانبها شلون مثل الفسائل مال النخل. شوفوا هسه هاي وحدة مطلعتها مثل فسائل النخل اللي تطلع حول يعني النبتة الأصلية، ونقدر نشيلها ونحطها نغرسها. هي وحدة كانت، شوف كم وحدة صارت عندي، يعني بس تنشال هسه هاي، هي هاي وحدة بس يعني تنحب هنا تتنزل بالضبط. شوفوا صارت تطلع نبتة جديدة. هاي المجموعة وأني ما حاطتهم على الشمس مباشرة باعتبار إحنا شمس كثير قوية، ما حطتهم على الشمس المباشرة، حاطتهم هنا عندي كراسي، حاطتهم تحت الكراسي حتى الشمس المباشرة ما تجي عليهم، إذا جت الشمس مباشرة راح تجف كثير وحتى لونها يتغير، يعني هاي جماليتها كلها تروح، لازم شمس، فقط شمس الصباح هسه من تشرق الشمس تجي عليهم، او الظهر من تندار الشمس ماكو، بس الظل مال الشمس، بس حرارة الشمس وضوء الشمس يجي عليهم، فهو هذا النشاط مالتهم وجماليتهم ما شاء الله. هاي مجموعة، وعندي مجموعة ثانية نوعية ثانية، خلي اشوف لكم اياها. هاي المجموعة الثانية من الصباريات اللي هو الشمعدان، سبق ونزلت الفيديو طريقة التكاثر مالته. طريقة التكاثر مالته موجود على الرابط مالته على القناة مالتي، طريقة التكاثر الشمعدان. شوفوا جمالها ما شاء الله. هاي الطريقة بس غصن ينقطع يتنشف من الحليب، يصير المادة الصمغية بالضبط نفس المادة الصمغية اللي تطلع من التين تتنشف، يا أما تتخلى ثاني يوم تنترك الثاني يوم تنغرس، أو بس يتنشف تقريبا ساعة أو ساعتين ينشف المكان مع القطع وتنغرس بالتربة. هاي طريقة التكاثر مالته، أو تنقص وتتنشف مثل ما قلت تجف وتنغرس بالتربة. طريقة التكاثر مالته كثير سهلة. هسا شوف هذه عندي كم غصن من عندها طالع، أقدر أكثر من سندانة تطلع عندي. هذه أيضا هذا نوع. النوع الثالث الأخير اللي عندي الموجود هو الصبار أو التين الشوكي، هذا زرعته من البذور. شوف النبتات بعدها صغيرة، وسبق ونزلت الفيديو مالتها طريقة زراعة التين الشوكي. هسه هم استحقوا يعني الكبار أحطهم مع غيرهم بغير أوار بغير أصيص أو سندانة، يعني حاليا ما اقدر ازرعهم بالحديقه لان احجارهم صغيره وتضيع بالحشيش، بصراحه الحشيش كثير بالحديقه، اخليهم لما يكبروا يعني يصير يعني حجمهم واضح واقدر احطهم ارد ازرعهم بنهايه الحديقه، يعني كميه لا باس بها. عندي بصراحه بغير مكان ايضا حاطه اني مجموعه. هاي بذره مال القطيفه، زهرة القطيفه طالعه وياها. هاي
هاي المجموعة إن شاء الله عجبتكم. وبالنسبة للساقي نفس المجموعة الماضية السابقة اللي شفتكم إياها، يعني كل 4 أو 5 أيام أسوي لهم ساقي يعني عادي، بس أكثر مرات يعني بين يوم ويوم أو يومية رش بخاخ حتى ما تجف، يعني الجو كثير حار عندنا. شوف التربة مالتها هي رطبة فما تحتاج ساقي، بس مجرد بخاخ إلها. هاي أوراق قطعتهم حطيتهم هنا حتى تطلع شتلات جديدة. شوفتكم المجموعة اللي عندي من العصاريات والصبريات، يا رب تكون عجبتكم واستفاديتم من الفيديو. إذا عجبكم الفيديو سووا مشاركة، اكتبوا لي بالتعليقات أي سؤال أنا حاضرة، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم، يعني لايك وشير وسبسكرايب، وإن شاء الله أنزلكم فيديو قادم. السلام عليكم.